اخد تشكيله كبيره يعني عشان اعمل منتخب المنتخب الابيض والاحمر عشان ننافس على بطوله الدوري. عندك في هاني محمد هاني، في عندك عبد الله جمعه من الزمالك، عندك محمود علاء، عندك رامي ربيعه، عندك طارق حامد، عندك السوليه، عندك رمضان صبحي، عندك امام عاشور، عندك صالح جمعه، عندك اوباما، في الامام مصطفى محمد، في مروان محسن من الاهلي، في صلاح محسن من الاهلي. يعني انا بختار اللعيبه باحتياطيهم.